واحد تشخيص الأوضاع ديال البلاد على كل مستويات. نشوفوا المستوى السياسي منذ الاستقلال 56، انتم ما كنتوش، لكن كانوا والديكم كيحلموا بالمغرب الديمقراطي اللي فيه التضامن وفيه المساواة وفيه المواطنة. منذ ذلك الوقت وحنا في دساتير ممنوحة، دساتير المغربية ليست بدساتير ديمقراطية، ما فيهاش الفصل ديال الصوت. إذا بقى الاحتكار ديال الصوت. ولكن كتقول لي ما يمكنش، احنا كنظموا انتخابات بشكل منتظم وعندنا مؤسسات محلية جهوية، عندنا البرلمان، الحكومة راهي كاينة، وكل شيء. إلا جينا نشوفوا الدستور في فرنسا، العناوين ديال المؤسسات الدستوريه كلها عندنا، وزدنا توام مجلس ديال المنافسة، درنا سميتو مجلس على الحسابات، ما خلينا ما درنا في الأسماء، كل شيء كاين، ولكن السلطة غائبة ومغيبة. يعني أنه المشكل البنيوي اللي عندنا مشكل سياسي، مشكل ديال طبيعة نظام، نظام اللي هو يمركز كل السلطات. إذا ما كاينش فصل السلطات، وما كايناش الإمكانية بأننا نربطوا المسؤولية بالمحاسبة ولا المساءلة. واش غادي شكون اللي غادي نسألوا في البلاد؟ لأن الحكومة لا تحكم، هي محكوم بها، يعني حكومة جيئة بها، كما جيئة بالحكومة اللي قبل منها وجيئة بالحكومة الأخرى. يعني راه كتعرفوا أنتم كيف. إذا ما استطعناش منذ الاستقلال أننا ننظموا انتخابات حرة ونزيهة كتعبر على الإرادة الشعبية، وهذيك الإرادة الشعبية بعدا خصنا نقريوها ونفقهوها وتكون الثقافة باش يفهم الإنسان اش يختار، حيت ما خصكش تمشي ضد مصالحك ومصالح الشعب. واحد الجهة ما منسوقاش المصلحة العامة ولا كذا، ما غاديش نصوت عليها وما غاديش نخالط معاها، خصني نشوف ويكون عندي يعني ثقافة. وانتم كشباب يعني في المعهد العالي ديال 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 الإعلام والتواصل، وكتعرفوا شكون اللي كيدير الإعلام في الخارج، يعني الشباب اللي مخرجين من سيونس بو، مخرجين من تري غراند زيكول. علاش؟ حيت خاصو تكون عندهم ثقافة عامة واسعة ويكون عندهم حس نقدي، وما كاينش مسلم، كل حاجة كيشوفوها بتحري وبتدقيق. انتم خصكم المقاربة العلمية في مقاربة دي أي شيء، ما كاينش شي حاجة شي جملة سمعتها وتنرددها، لا خصني نقلب ونبحث. إذا حنا مازالين في المشكل السياسي، نظام يمركز كل السلطات، ما كاينش الإمكانية ديال المحاسبة والمساعدة. ولكن هاد الانتخابات إيوا حنايا عندنا ديمقراطية سورية ومؤسسات سورية، ها البرلمان، دابا البرلمان تخيلوا معايا أنه هذا ماشي مرفق عمومي، هذه مؤسسة دستورية كبيرة منتخبة بين مزدوجتين، كيف يعقل أنه تمنع الولوج ديال البرلماني؟ ماشي هما اللي عينوا انتخبوا الشعب ما يدخلش، هذه الأولى. انتخابات شفتوا كيفاش كدوز، كاين عزوف كبير لأن الناس عارفين بأن لعبة مغشوشة، ما بغاوش يمشيو، هذا رأيي يحترم، ولكن ما غاديش يحل المشكل أبدا، حيت خصنا نشاركوا وتكون المشاركة ديالنا واعية، وندعموا لك ماشي ناس شرفاء باقين باغين يضحيوا بحياتهم باش يخدموا هذا الشعب والبلاد، خصنا نشجعوهم، ماشي نبقاو نتفرجوا حنايا، وإلا كنكونوا سلبيين، وكنكونوا كنساهموا في أن يستمر الأمر على ما هو عليه، وأننا ندور في حلقة مفرخة. حيدوا لك عليه يجيبوا موحي أو تاني موحي بدل ما نساو يجيبوا عليه، ما يمكنش كيف يعقل. أنا حضرت غير منذ 23 ماي يلا دخلت البرلمان بعد 6 شهور ديال التغييب، كنلقى شباب وما أحوجنا الشباب، كان حنايا أنا راه قالوا لي جيت دخل هذا الحزب، دخلت ونجحت وأنا جيت نتعلم. شو هذا التعلم حسنا فلوس لي تاعو؟ شي راه سمعتو بودنيا يعني كنقولوا. وناس أنت شكون؟ أنا واحد الناس كنعرفهم قال لك دخلنا وأنا دابا الرئيس ديالك. خلى هذاك من هنا تنقزوا عليا، كيفاش هذه راه مؤسسة مفروض فيها أنها تمثل الشعب، تمثل الشعب، خاص حنا أخيارنا يمثلنا. ولهذا حنا يطلبنا بأنه الناس اللي بغات ترشح تكون الذمة ديالها صافية، ما عمرهم ما سرقوا، ما مشاو للحبس، ما خطفوا، خلصوا الضرائب، كل شيء وقارين. وثم المجالس المحلية والجهوية تكون البكالوريا، والبرلمان على الأقل الليسونس ولا الماجستير ولا الدكتوراه، ويكونوا نقيين، حيت لو ديبلوم ني في با لهم. أنا متفق معكم، كاين بزاف ناس عندهم ديبلومات وداك الشيء، وما ديبلوم ما غيروش، وما غيروا الديبلوم وردوه ما عنده حتى شي قيمة، كيف ما كان الحال. إذا هانتوما كتشوفوا انتخابات وتحكموا فيها وفيها الفلوس وفيها هاد الشيء، هذو كيستغلوا الفقر ديال الناس والجهل ديالهم، لأن النسبة ديال الأمية باقا 47% في صفوف النساء و 27% في صفوف الذكور، هادشي غير أرقام رسمية، يعني راه بزاف. علاش ما قضيناش على الأمية بعدا؟ علاش؟ باش الناس توعى وباش هذا باش يكون الخيرات. إذا الانتخابات عندنا كدار بشكل دوري منتظم، لكن ما كتعطيناش تعبير حقيقي عن الإرادة الشعبية باش يمكن لنا غدا نقولوا
احنا امام سياده شعبيه، سلطه شعبيه كاينه ما كايناش. اذا القرارات فين كتخدها؟ هذا هو السؤال العريض احنا حنا طارحينه احنا كنهضروا المؤتمر ديالنا. كيف واين يؤخذ القرار في البلاد؟ كل القرارات تخيلوا معايا قبل الانتخابات خرج واحد القانون بالزربه، راه غادي يديروا واحد الوكالات جهويه هي اللي غادي تتكلم بالماء والضوء داكشي كذا من هنايا بلوري ديسيبلينا. فوق الانتخابات خرجوا قوانين باش الاطباء الاجانب يمارسوا. واش الناس مشغوله بالانتخابات ولا شكون اللي صوت على هذا الشيء؟ شكون اللي صوت على هذا الشيء؟ فين هما هذو اللي ما كاين لا نقاش ديمقراطي اللي هو الاساس. قبل ما ناخذوا قرار كنناقشوا ديمقراطيا، ولكن خاص قبل ان الانتخابات تكون حره ونزيهه والناس نقيين جايين باش يدافعوا على المصلحه العامه، سواء كانوا يساريين او ليبراليين او خضر او كيف ما بغاو يكونوا. ولكن الناس نزاهه عندهم قناعات وجايين تيمارسوا ديك القناعات وعندهم نظره يعني استباقيه كيفاش بغاو يشوفوا المغرب. وهنا فليتبارى المتبارون حول برامج. واش نتوما تظنوا باننا نتبارى حول برامج؟ ولا كاين والو. البارح ناقشنا التقرير اللي تقدم به المجلس الاعلى للحسابات اللي قدمته السيده الرئيسه ديالو. هذه تقرير مهم ورصد واحد عدد الاختلالات. الجلسة بدات في العشرة قالك صافي الوحدة ساليو زرب زرب زرب. أنا بيان لأنه على حسب الحجم ديال الفريق كيعطوك الكلمة جوج دقائق. قلت لهم هادشي راه خصنا ناخذوا ليه الوقت باش نتحملوا فيه مسؤوليتنا. هاد الاختلالات ما خصهاش تبقى منها بالأموال وسوء التدبير. كيقول لك درنا مشروع ولكن في الحقيقة ما درناش الدراسات القبلية. وانتم واش هذا شنو هي هادي زعما باش تناقشوا بجوج دقائق؟ قالوا السلام عليكم. وعليكم السلام. كيقول لك سلام باش بحال نتوما عطيتوني دابا 35 دقيقه غادي نتكلم ان شاء الله. يعني كيفاش انا وجدت عييت من ريزومي داك الشيء كله درت ورقه ونص ورقه ونص ما يمكنلهاش دوز بجوج دقائق. كيف ما كان الحال جوج كلمات قلناهم راه فيهم فائده، لا كانوا شي بنين غادي يسمعوا لهم، ولكن لا يكفي لانه دابا كيديروا كذا الديمقراطيات يعني ديكتاتوريات الاغلبيه. حنايا كيقولوا ما هو كيديروها، وهذا الشيء راه كاين في الجميع. راه من ضمن السؤال اللي طرحه الاستاذ قبيله المعارضه دار اللجنه ديال التقصي حول ارتفاع الاسعار وحول ارتفاع اسعار المحروقات في البرلمان اللي فايت، وكان كيتراسها واحد السيد محترم من واحد الحزب كان ديك الساعه كيحكم. وملي جا نرجعوا ديك 17 مليار اللي ربحوا هذوك الناس بشكل لا اخلاقي ما بين 2015 و2018 هو الاول هز قال لا وما يمكنش. يعني اش هذا الانفصام الشخصي؟ انا ما عندناش شجاعه الموقف. كيقول لك قلت هكا غيحيدوني غدا ما نبقاش انا رئيس اللجنه. يعني الناس كتقلب على الكراسه. راه كاين بعض الناس اللي هما في البرلمان مثلا ما تيسقوش، ولكن هو النائب الثاني في هذا المكتب، هو النائب الثالث في هذه اللجنه، هو النائب الرابع في هذه، هو في ذاك المجلس النائب الخامس، وكيبقى راه كنا كنسمعوا شي برلمانيين عندهم كيربحوا 15 مليون في الشهر غير كيقيلوا دورو بين هاد الشعب. وحنا كيجي كنقول لهم استاذ انت كتخلصي وما خداماش. فاولا انا ما غبتش على البرلمان تم تغييبي، ثانيا انا استاذه جامعيه وداك الشيء اللي كيعطيني في البرلمان تقريبا هو اللي كنت كناخذ في الجامعه. نتخلى جوج مرات، يعني انا ما جيتش من الزنقه ودخلت البرلمان بعد 24 سنه وانا مترشح. يعني ثم تنوجه الاسئله الكتابيه حاضره ودرت القراءه في القانون المالي وكل حاجه. يعني ماشي ما خدمتش. واحد العدد الناس كانوا جالسين تما، حتى واحد ما قال لهم علاش كتخلصوا ما كديروا والو، ولا سؤال ولا ولا والو. ولهذا خاصنا نطلعوا الوعي ديال الشعب ديالنا اننا لا بغى شي واحد يخدم ماشي هو هذاك اللي غادي نوجهوا ليه جميع الضربات. مزيان نتقدوه، مزيان نعاونوه يدير الخدمه ديالو مزيانه، وتروح ما كيدير شي عمل اللي هو مكتمل ولا كامل، لا، ولكن خصنا يكون نقد بناء ويكون الهاجس هو. اذا عمسو السياسي ما عندناش ديمقراطيه، عندنا ديمقراطيه الواجهه، المؤسسات ديال الواجهه، وعندنا الفساد. حنا عندنا الاستبداد الرديف ديالو الفساد ما كاينش. الناس طالعه عوالات نهب المغرب باقا راه حلوب، خاصهم كل واحد يشوف الجهه اللي غادي يقبض منها. راه ما يمكنش ان تطلع ناس اليوم غير اكفاء فواحد العدد ديال المجالس وكتلقاهم خرجوا بالفيرمات خرجوا بهذه. يعني هاد الناس يعني بحال غيديو معاهم هاد الشيء لشي جهه واحده اخرى كيف ما كان الحال ما كيحشموش وجههم صحيح الضمير ديالهم ميت، لان الناس كلها كتشوف كيسرقوا. يعني كيف يعقل وما تيخدموش المصالح ديال الناس؟ ثم اكثر من هذا ماشي غير كيسرقوا، انهم يرهنون المستقبل ديال البلاد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.